تاخد الهديه بتاعت النهارده الهدية بسرعه. ناخدها. هديه النهارده اوردها الامام الترمذي، يمكن دعوه كلنا حافظينها قوي، دعوه جميله قوي سيدنا النبي تصدقي قال عليها الدعوه دي ما حدش يدعو ربنا بيها باي شيء الا لازم يستجيب له. يا اي شيء تدعي ربنا وتقول الدعوه دي ربنا يستجيب لك. ده مش كده وبس، الامام الحاكم قال ان اللي يقول الدعوه دي وهو مريض 40 مرة فإن برئ يعني خف غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن مات فله أجر شهيد، اللي هي دعوة ذنون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا خليني أنت في عجالة سبحانك إني بعد إذنك، كنت فاضل من لنا قد الظالمين. إيه؟ مش عارف طيب في عجالة أنا قد أنا إيه؟ أتكلم عن ثلاث حاجتين دقايق في 3 دقايق، أتكلم عن حاجتين بقى بعيدا عن اسم الله المصور، حاجتين في عجالة. أول حاجة بس أنا رسالة لكل الناس، لأن في الأونة دي ناس كتيرة أوي تبعت لي أنا أم ماتت أو أبويا مات وانقطع أسباب الدعاء. فعايز أقول لك إن أسباب الدعاء موجودة، لو أبوك كان راضي عنك وأمك كانت راضية عنك فثق أن الدعاء من قبرهما يصل إليك، فثق أن الدعاء من قبرهما يصل إليك، وثق أن زوجتك إن دعت لك فهي مقام أمك، وثق إن ولدك دعا لك فهو في مقام أبيك. يعني إيه الكلام ده؟ سيدنا الحبيب يا ست دعاء كان يميل على العيل الصغير ويقول له لا تنسنا من صالح دعائي، سيدنا عمر كان يبوس إيد العيل الصغير ويقول له أدعو الله لي. فعايز أقول لكم إن وهل الأمل دعاء في الأم ربنا، بينقطع ولا بيفضل ما احنا مكمل بنقول، ما انا بركته؟ قلت له ايه؟ قلت له دعاء امك وابيك ها ممتد لك من ممتد. قبرهما، لان هم احنا هم انتقلوا لحياتي رؤيه بلا عمل، يعني امي دلوقتي شايفاني فمبهوره بيا فتقول اللهم ان ولدي في خير فزت. وهي في الآخرة وهي في الاخره والله، وهي في القبر، وهي في القبر والله. بتدعي لنا ابوكي ابوكي لو والله. لقاكي، ابوكي لو لقاكي انت دلوقتي في معصيه يقول اللهم لا تقبل الدعاء على هذه المعصيه حتى تتوب عليها. خلي بالك لانه ايه؟ لانه مات في طاعه، لانه وهم شايفيننا واحنا يا مثلا فندم، بنعمل طاعة فيدعي لنا. يا فندم شايفيننا بالطاعه، فزي ما كانوا بالبلدي كده اقولها لك بيتفشخروا في الدنيا بدعاء وبيتفشخروا في الدنيا بابنهم، في الاخره كذا. ولو هم بيستعروا مننا في الدنيا باي عمل نعرهم كذلك في الاخره. سيدنا عبد الله بن رواحه جه لابنه كده وقال له يا بني لقد احرجتني واخذلتني في معسكر الموتى، لما تركت صلاه الجماعه خلف رسول الله ده صلى الله جاله عليه في وسلم. الرؤية. طبعا. فعشان كده بنقول لكل الناس ان الدعاء ممتد. الامر الثاني اللي عايز اقوله لكل الناس، يا ريت ما نبخلش بالزكاه، ويا ريت نخرج الزكاه، بس بالله عليكم بالله عليكم انا بتكلم والله وقلبي مليان مراره. ليه؟ لان لما يوصلني رساله يا ست دعاء ان هل يجوز الزكاه على ابويا؟ هل تجوز الزكاه على امي؟ صعب صعب والله يا جماعة. ودايما أنا بقول كلمة الناس بتزعل، بقول له أنتوا ليه بتحتلوا على شرع ربنا؟ ليه عايزين تحتلوا على شرع؟ ليه عايزين تسرقوا زكاة ربنا؟ ليه؟ يا جماعة يا جماعة أغنوهم، خلي بالكم، وعبدي أنفق أنفق عليك. فيا ريت ما نبخلش بالزكاة وما نتحورش وما نعملش عقلنا مع الله سبحانه وتعالى. خد بالك اللي أنت تبخل بيه عربيتك ممكن تعمل حادثة تصرفه، خد بالك، وده إبداع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول كل واحد يخرج وتوقع كده وتهيأ كده إن أنت قدامك آية قرآنية بتقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال لها ما بقي يا عائشة؟ قالت له يا رسول الله نفذت كلها إلا الزراع. قال بل بقي كلها إلا الزراعة، الشاه كلها اللي ذبحوها وزعت ثلاث ارباعها وزعته كلها وبقي الزراع اللي بيحبه النبي. فقال لها فاضل ايه؟ قالت له فاضل الزراع وكلها اتفرقت. قال لها لا، ده كلها باقيه الا الزراع، لان كلها يقصد بقائها عند الله سبحانه وتعالى. معلش برضك في عجاله، اي واحد يا جماعه يوصي وصيه لابنه او بنته اللي هيورثه اوعى، لان ده نار يوم القيامه. سيدنا ابو بكر اخر حياته خالص وهو على فراش الموت كان مدي حته ارض نوصي كده بفلوس زياده ليه يعني؟ بحته ارض زياده، بفلوس زياده، ببيت زياده، بتفضيل زياده. سيدنا ابو بكر على فراش الموت
خلاص في النهاية، فكان مدي حتة أرض لستنا عائشة محبة. فقال لها اسمعي عائشة، أنا مش خايفة أقبل حاجة يعني من ربنا من حاجة إلا حتة الأرض دي، فرديها يا بنيتي إلى الإرث. قالت يا أبتي رددتها حبا فيك.